مسألة حماية القدرة الشرائية للمواطن مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية عند رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعند الحكومة التي تحرص دائما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر ودستوريا كذلك، ومن خلال وضع المواطن ضمن أولويات مهما كانت الظروف، واعتبار الحفاظ على كرامته وعلى قدرته الشرائية خطا أحمر، وهو ما تلتزم الحكومة دائما بتطبيقه التزاما منها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية واعتقادا منها بأنه الصواب ومهما كانت الظروف المالية والاقتصادية للبلاد. فمسعى الحفاظ على القدرة الشرائية يظهر جليا من خلال تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة التي سيرتفع من 2714 مليار دينار جزائري سنة 23 إلى 2895 مليار دينار جزائري سنة 24، أي بزيادة تقدر ب 181 مليار دينار جزائري، والذي يعادل 19.17% من ميزانية الدولة لسنة 24.